يعني مش كل حاجه نربطها بالحسد ونوقف حياتنا على الحسد كمان. صح. لان في ناس عندهم فوبيا الحسد، فوبيا طبعا انا هتحسد، انا خايف، انا لا يا جماعه سيبوها على ربنا، سيبوا كل حاجه على ربنا. وفعلا الاذكار بتحسن بشكل أكيد. كبير جدا. الناس كمان اللي بيواظبوا عليها دي طبعا بتحسن جدا، حتى اللي عنده اولاد صغيرين وبيحب يحسن نفسه دي برده حاجات مظبوط. هي فوبيا ولا عايزين نطلع بقى من قوقعه الخوف والحسد، لان دلوقتي بقى في حاجه اسمها وسواس الحسد. وده اللي انا اعرفه من دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورانا دايما. ازيك يا دكتور؟ منورنا. ومروه ومي ورند، يعني التألق من غير حدود. دكتور عايز حضرتك تقول لي بشكل بسيط ايه هو وسواس الحسد. والصوت مش واضح خالص، يعني انا معلش ممكن حضرتك تعيد السؤال ان الصوت مش طالع. بشكل بسيط ايه هو وسواس الحسد؟ وسواس الحسد، بصي ببساطه شديده جدا، احنا عندنا انواع كتير من الاو سي دي او من الوساوس، وسواس النظافه، وسواس التاكد، وسواس الدين، وسواس الاكتناز، وسواس الجنس، انواع كتير. يبقى اشدهم الاما للانسان وسواس الحسد، لان ده بيعيشه في حاله دراميه طول الوقت، بيخلي نهاره ليل وليله نهار. صح. بيخليه مفتقد للكواليتي اوف لايف او لجوده الحياه. مش عارف يستمتع بجميع النعم اللي هو بيحصل عليها ليه. صح. طول الوقت عنده مجموعه من الافكار والمخاوف الغير مرغوب بيها المتعلقه بالحسد. الحاجه هتروح مني، فلان عينه وحشه النهارده، يوم شؤم، في غراب معدي، الرقم ده مش عاجبني، فلان بتشائب منه، المكان الفلاني لما عديت منه جات له مصيبه، فقعد حياته مؤججه فيها مشاكل كتير جدا بتخليه ياخد سلوكيات بقى قهريه انه يتجنب كل حاجه موجوده في الحياه، وبالتالي بيبقى عايش هو والميت سواء. ففعلا مشكله كبيره جدا. يمكن حتى حضرتك دلوقتي كنت بتتكلمي بتقولي الانسان عليه بالافكار، انا من وجهه نظري عليه بالافكار. الافكار في وسواس الحسد اهم من الافكار من منظور العلمي. يعني ايه الافكار؟ ان هو لازم يغير من فكره، لازم يراجع نفسه، ولا سيما ان للاسف الشديد انماط التنشئه الاجتماعيه في البيئه الشرقيه بتخلي جوه كل واحد فينا عنده وسواس حسد بصوره لا اراديه. طب ما انا خليني اسال حضرتك يا دكتور برضو، الوسواس والهلع ده ايه الاسباب اللي بتخلي شخص ان هو يشك في كل حاجه؟ كل حاجه يقول لك ده هيحسدني. صح. ده هيحقد عليا. يعني بجد انا بشوف نوعيه من الناس دي، اللي هو بنيجي نقول ايه بلانيل هتتحسدي على ايه؟ يعني فاهم حضرتك بجد والله، اللي هو في ناس بجد بتبقى خايفه جدا من الحسد، وانا يعني انا شفت بني ادمه قدامي هي خايفه من الحسد من كل حاجه. وعايزه اقول من ايه؟ يعني انا مش شايفه ان في حاجه، فده بيبقى انا اعتقد هو ده مرض. فايه الاسباب اللي توصلني، او يعني مش انا طبعا، توصل الشخص ان هو يبقى عنده الهلع ده؟ بص حضرتك، احنا دايما انماط التنشئه الاجتماعيه بتمجد من قيمه الحسد وبتدي له نظره تضخميه قوي. يعني شوفي من اول الطفل ما بيتولد بيحطوا له خرزه زرقاء في شعره كده ويلزقوها له، ولما نيجي نهادي حد لسه مولود بنجيب له الخمسه وخميسه اللي هي الذهب. صح. علشان يحطها. نهينا بقى عن كان البيوت لحد وقت قريب تلاقي حدوه الحصان وتلاقي الخمسه وخميسه متعلقه في العربيه، والعين الزرقاء وتلاقي لحد النهارده لما بيجي نذبح في العيد نحط ايدينا في الدم ونعمل الكف كده على الحيطه. طبعا البخور بقى، هو ما ادراك ان البخور الجاوه والعنبر، ودايما نبخر. وكنا لحد برضه وقت قريب لما يجي حد يعيا في الثقافه الشعبيه يعملوا له العروسه اللي هي الورقه المقصوصه دي، ويجيبوا الابره دي من عين فلان ومن عين علان ومن عين ترتان. ده حتى الامثله الشعبيه بتاعتنا يقول لك ده العين فلقت الحجر نصين. ولحد النهارده بيكتبوا على بعض العربيات ما تبصليش بعين راضيه، بص للمدفوع فيا. يعني الثقافه بتاعتنا حتى في الاغاني، يعني كان نجيب الريحاني يقول لك عيني بترف وراسي بترف وعقلي فاضل له بيها وكده. يعني حتى الاغاني داخل فيها الحسد. يمكن حتى ياسمين الخيام لها اغنيه حلوه قوي اللي كانت بتقول يا عين حسود لم تحتدي حب وكرامه للنبي. فحتى التراث بتاعنا من اغاني ومن اهازيج، حتى على مستوى المسلسلات. يعني انا اتذكر في الجيل بتاعي كان في مسلسل لمحمد عوض اسمه شراره، وكان يقعد يغني التتر بتاعه يقول لك خلي بالك من شراره، كان شراره ده رمز للنحس وقتها. يعني كل ده بيدينا مشاكل في التفاؤل والتشاؤم والحسد. حتى على مستوى الحيوانات، الناس مثلا تشوف البومه تقول اعوذ بالله. صح صح. خايفه نظير شؤم مثلا، في حين انا عشت في ايطاليا شويه، هناك نظير تفاؤل. فحتى الحسد والخوف والكلام ده حتى من الحاجات ربطوه بالحيوانات. طيب في سؤال بقى من الاسئله
اللي انا عايز اسالها لحضرتك النهارده، الاو سي دي انتشر بشكل كبير جدا وهو الوسواس القهري. في ناس الحقيقه بتتجه وبتروح لاطباء نفسيه بتتعالج من الوسواس القهري، بس انا عايزك تقول لي يعني ازاي ان انا يعني ابطل موضوع ان حد يبقى عنده، ايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان ما اكونش عندي وسواس؟ بص حضرتك، الاول نمره واحد، ما تسلمش نفسي للعابثين بالنفس البشريه. يعني واحد بيتكلم على الوسواس بصفه عامه، وسواس القهري بصفه خاصه بتاع الحسد، يعني بشوف ناس بتلجا لبعض اللي بيتاجروا بالدين والعابثين بيه، اللي يجي يقول لك مثلا هعالجك من خلال الرؤيه الشرعيه. الرؤيه الشرعيه، ويا ريت نتاكد من شيخ، وده على مسؤوليتي الشخصيه، هي طقس تعبدي مش طقس علاجي، ملوش علاقه بالعلاج. فلازم نلجا للعلاج لو انا عندي وسواس قهري مرضي جاي لي بصوره تخيلات، بصوره هلاوس سمعيه، هلاوس بصريه، حاجه تدفعني ان انا ارتكب سلوك زي السلوك الانتحاري، لازم اخبط على باب الدكتور. اما لو الوسواس بسيط، متعلق في بعض الامور متعلقه بالنظافه، بترتيب الحاجات، ببعض الخيارات الجنسيه احيانا، ده ممكن اشتغل على نفسي من خلال الافكار. يعني ابتدي ارتب افكاري، اعمل لنفسي غزو معرفي، اعمل تعديل سلوك، ابتدي اشوف ايه الحاجات، المواقف اللي فيها وسوسه واقتحمها. ده بنسميه علاج بالغمر. يعني اقتحم المواقف واثبت لنفسي ان هي ما بتعملش حاجه. ابتدي الارتباط الشرطي اللي بربطه ببعض الاشياء وبعضها افكه. يعني ما نجيش نقول فلان ده لما جالي ابن فقط في الثانويه العامه فقعد طول العمر خاف اكلمه. لا، اقابله ثاني واقابله ثالث وهكذا. اعمل فك في الكلام ده. ابتدي اشوف نمط الشخصيه بتاعتي واشتغل عليها. هل انا شخصيه عندي برانويا؟ الانسان عنده برانويا وعنده جنون عظمه، معتقد ان الناس كلها بصاله، معتقد ان الناس كلها حاسباه وهو ما حلتوش حاجه اصلا. فنبتدي نشوف نمط الشخصيه بتاعي وهكذا. هل انا عندي انخفاض في السب كونسبت او في مفهومي نحو ذاتي، فبالتالي عندي شعور بالنقص، فشايف الناس كلها بصالي وانا قاعد موسوس؟ اخلي بالي من ده. ومهم جدا اعرف ان انا طول ما انا متوكل على الله وماشي بنيه سامحه وبنفس طيبه وبعمل اللي عليا وقافل على نفسي وقافل على بيتي وعلى اولادي، مفيش اي مس هيصبني. ده حته مهمه، لان للاسف السوشيال ميديا عجلت من الوساوس. طب دكتور، انا حابه اسالك سؤال. يعني هل يعتبر نوع من انواع الفوبيا الحسد؟ هل في فوبيا اسمها فوبيا الحسد، زي ما في فوبيا الخوف من العناكب، خوف فوبيا من المرتفعات؟ هل تصنف فوبيا او مثلا متلازمه؟ شو بصنف بتتصنف فكره ان الشخص يكون مهووس بفكره الحسد؟ هو خلينا نقول ان الوسواس الحسد ده نوع من الوساوس المتعلقه بالشك بتاع الانسان. الوسواس الفكري داخله ضمن حاجات الوسواس الفكري، او وسواس اكثرار الافكار، هو بيصنف تحت منه. ولكن من اعراضه بقى زي ما حضرتك قلت، الخوف، ان هو بيخاف طول الوقت من الناس، بيخاف طول الوقت من بعض الرمزيات، يبقى عنده شك في اللي حوالين منه ان هو ممكن يحسدوه، يبقى عنده افكار عدائيه تجاه الناس او تجاه بعض الرموز او الارقام او الاشياء، يبقى ليه سلوكيات متعلقه بالوقايه من الحسد، ان هو لازم يقول بعض الافكار، لازم يعمل بخور، لازم يلبس لبس معين، تلاقي عنده متلازمات سلوكيه. يعني لما يجي يتكلم في حاجه يرفع ايده كل خمسه وخميسه، او في عين الحسود، او يعمل كده فوق راسه كده دوت، وحركه بيعملوها بمصنف الشفايف بعض السيدات في بعض البيئات، زي الفنانة فيفي عبده عندها هذا الوسواس بتخيل. دي حبيبه الكل. اكيد اكيد مجالها، تحيه كتير كبيره. بتلاقيه طبعا بتلاقيه دايما متوتر، بتلاقيه دايما بيتجنب بعض الاماكن وبعض الاسماء وبعض الرموز، للدرجه ان لو ابنه اتولد يوم 13 ما يروحش يسجله في شهاده الميلاد يوم 13، يسجله بعديها بيوم. صح. طب دكتور، يتشائم ويخاف وهكذا. دكتور، ايه المضاعفات النفسية بقى لو حد عنده هلع من الحسد؟ المضاعفات النفسية بيبتدي يخش بقى في متلازمة الوسواس القهري بصورة مرضية، وممكن يعلى معاه الوسواس القهري بصورة هلاوس سمعية وهلاوس بصرية. ويجي يقول لك انا في حد بيكلمني، حد جاي يخطف ولادي، وبالتالي تتحول حياته الى جحيم، وممكن يوصل لمرحلة اكتئابية، لان الوسواس ليه علاقة بالاكتئاب، واللي يجي يتجنب الحياة الاجتماعية بصفة عامة، وقد تروض في بعض الاحيان افكار انتحاريه. وللاسف ممكن كمان يكون الانتحار ممتد، يعني يبتدي يموت ابنه وبعد كده يموت نفسه من منطلق الخوف على ابنه مثلا من الحسد، فممكن يقضي على اسره باكملها. علشان كده هو مهم جدا ان احنا لو لقينا الوسواس عندي زياده شويه وبقى بصوره ملحوظه، لازم اخبط على باب دكتور علشان اتجنب كل الشرور، وابتدي اعالج نفسي بقى سلوكيا بقى في التفكير والمشاعر والاتجاهات، وافسر الامور بصوره منطقه،
والجا لمتخصص لو انا مش قادر اشتغل على نفسي. اكيد يعني طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. وزي ما زي ما دكتور وليد كده قال ان الواحد ممكن يصاب فعلا باكتئاب ووحده وعزله ويعني خففوا على نفسكم مفيش حاجه مستاهله الحقيقه. الله الحامد يعني. طبعا ربنا ربنا هو الحامد. طيب خليني برضو عايزه اروح لنقطه تانية مهمه وهي القناعه. القناعة شيء مهم جدا على فكرة. القناعة كنز لا يفنى زي ما بنقول. أقتنع بالحاجة اللي في إيدي، أقتنع بالحاجة اللي معايا. بعد ما ساعات بنشوف ساعات أوقات كتير نشوف أشوف مثلا فلانة لابسة، طب وشمعنى أنا مش، طب ما أنت ربنا على فكرة هما زي ما بنقول هما 24 قيراط، هما متقسمين. أنت واخدة ال 24 قيراط بتوعك وأنت واخداهم وأنا واخداهم وهي واخداهم، بس كل واحد واخدهم بشكل. يعني أنت ممكن تكوني واخداهم في الشغل ونجاح، أنا واخداهم في صحة ومثلا عندي اولاد، انت واخداهم في كل واحد واخدها في حاجه في شكل. صح. فالقناعه ان احنا نبقى مقتنعين بالظبط، نبقى مقتنعين بالحاجه اللي في ايدينا. وزي ما رندا او كلنا يعني كمان بنقول انه الحامي هو ربنا.